بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد. النهاردة الفيديو بتاعنا عن الفاتورة الإلكترونية. قبل ما أروح للفيديو بتاعنا، حقيقة يعني يمكن أنا فكرت كتير، بيجيلي أسئلة بخصوص الفاتورة الإلكترونية، ويمكن كنا قبل كده استعرضنا مع بعض الأدلة اللي نزلتها مصلحة الضرائب، ولكن حتى الآن يعني أنا يمكن ما عنديش اي تجربه عمليه مع الفاتوره الالكترونيه حتى الان، ولكن اللي شجعني ان انا اعمل الفيديو ده صدور يمكن فيديوهين او ندوتين مهمين قوي. ندوه عملتها مصلحه الضرائب المصريه وعرضتها على اليوتيوب تشانل بتاعها، وندوه تانية مهمه برضو جدا عملتها الجمعيه العلميه للتشريع الضريبي، وبرضو اتكلمت فيها على الفاتوره الالكترونيه. فانا النهارده يعني طبعا مش هعيد نفس الكلام اللي هو اتقال، ولكن انا هحاول الخص اللي اتقال في الندوتين دول، ولكن من خلال الندوة الخاصة بتاعة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، لأن فعلا كان فيها العرض واضح ويعني بطريقة سلسة ومرتب بطريقة كبيرة قوي. طبعا الندوة دي ألقاها الأستاذ ثروت، وده يعني الأستاذ ثروت طبعا هو من الناس المتخصصة، وكيل أول وزارة في وزارة المالية، وهو يعني واحد من الأشخاص الرئيسيين في موضوع أتمتة الضرائب في مصر. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، هم الندوة طبعا عاملاها الجمعية العلمية للتشريع الضريبي زي ما أنا قلت، وابتدوا فيها بتعريف إيه هي الفاتورة الإلكترونية، واتكلموا فيها في الأول على القرارات اللي نزلت اللي هي بإلزام الممولين، منهم طبعا ابتدوا القرار 188 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية وتوقيع الكتروني، وبعدين القرار 386 ل 134 شركه من كبار الممولين كمرحله اولى، وبعدين قرار رئيس المصلحه 518 لسنه 2020 برضه بالزام 347 ثانيه في 15 فبراير 21، وبعدين طبعا القرار بقى اللي هو ابتداء من 15 مايو اللي هو القرار 85 المرحله الثالثه، ويجوز طبعا لاي شركه اخرى غير كبار ان هي طواعية لو حابة تستوفي الشروط، وبعدين هتبتدي تباعا بقى. قالوا كمان ان سوف يصدر قرار يعني ان ممولي القاهرة الكبرى واسكندرية بنهاية 21، ثم غرب الدلتا والقناة خلال 22، وقرار وزير المالية 125 اللي بيقول ان احنا مش هنخصم في ضريبة القيمة المضافة اي خصم، او هنرد اي ضريبة لاي فاتورة ورقية. وكمان القرار او الكتاب الدوري 6 اللي هو الزم شركات تصدير الحصرات الزراعيه باصدار فواتير قانونيه، وطبعا عقوبه بقى عدم الامتثال للموضوع ده اللي هي من 20 لغايه 100,000 الماده 71 من قانون 206 الاجراءات القانونيه. طبعا هم هنا مشكورين استعرضوا كل هذه القرارات والكتب الدوريه اللي اتكلمنا عليها، وبعدين ابتدوا يتكلموا على خصائص الفاتوره، ان لازم يبقى ليها رقم وحيد اللي هو يسموه اليو يو اي دي، وشكل موحد، ولازم تكون موقعه الكترونيا، وفي تكويد طبعا هنتكلموا عليه بعد شويه. طبعا في اختيارات فوريه بتيجي للمشتري والبايع، في تكويد موحد، وابتدوا يتكلموا على كل واحده من الكلام ده بالتفصيل. ورونا شكل من اشكال الفاتوره الالكترونيه زي ما حضراتكم شايفين كده، دي فاتوره كويس، وكل فاتوره بتطلع بيبقى ليها باركود مميز مفيش زيه، وكمان بيبقى ليها رقم اللي هو اليو يو اي دي اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو اليونيك اي دي اللي هو ده كويس، وتقدر ان انت في اي وقت واخد بالك ترجع لها، ما بيتكررش الرقم ده، وبيبقى فيه طبعا الفاتوره فيها اسم المصدر للفاتوره وفيها التفاصيل بتاعته، سواء اسم يعني اسم المشتري وطبعا اسم البايع، وكمان موجوده القيمه والضريبه وكل البيانات اللي موجوده على الفاتوره العاديه. هنا كمان زي ما حضراتكم شايفين، لما نخش جوه البوابه الالكترونيه هنلاقي على الشمال البايع، وعلى انا اسف على اليمين البايع، وعلى الشمال المشتري، والتفاصيل كلها اللي احنا اتكلمنا عليها لو احنا عايزين نطبع هذه الفاتوره. بعد كده اتكلموا كمان ان هيبقى في زي نظامين، النظام الاول هو ان احنا هيبقى عندنا اي ار بي سيستم، والاي ار بي سيستم هو الانتربرايز ريسورس بلاننج او برامج التخطيط المؤسسي، ودي اللي ممكن تتربط ان شاء الله بالشركات بالنظام الضريبي او بالمنظومه الضريبيه،
او ان هيبقى فيه بورتال الناس تقدر تستخدمه، ولكن من ضمن كلام الاستاذ ثروت قال ان البورتال ده هيبقى للشركات اللي لا تتعدى عدد الفواتير فيها 500 فاتوره في الشهر. فبالتالي قال ده مبدئيا، ولكن سيتم تحديده بقرار من رئيس المصلحه او من وزير الماليه حسب طبعا سلطات كل منهم. وابتدوا يتكلموا ازاي هنستعد للمنظومه، وقال ان اول حاجه بنعملها طبعا هي ان احنا بنبعت ايميل زي ما هنشوف دلوقتي حالا، كويس، على يخص يعني ان احنا نسجل على المنظومه ديت، والايميل دوت واخد بال حضرتك بيكون فيه البيانات الرئيسيه اللي هنشوفها بعد شويه، وهنتتبع بقى فيها الكلام او الخطوات اللي موجوده. طبعا هو بيتكلم هنا ان اكتر الناس اللي هيبقوا يعني مشاركين في المنظومه دي هي الممثل، لان كل شركه هيبقى ليها مفوض، المفوض ده هو اللي هيتعامل مع الضرائب وفيما يخص نظام الفاتوره الالكترونيه، في المطور اللي هو الشخص الديفلوبر اللي هيبقى مسؤول عن ربط السيستم، وفي كمان النظام التخطيط الموارد المؤسسه اللي احنا اتكلمنا عليه، وقالوا ان في اوبشن ان احنا ما يبقاش المطور ده موجود لو حضرتك هتستخدم البورتال اللي احنا اتكلمنا عليه. بعد كده اتكلموا على خطوات الانضمام زي ما انا كنت بقول، تمام، واتكلموا على ايه هي خطوات التسجيل. فقلنا ان اول حاجه بتتعمل ان الشركه او المفوض بيبعت يعني ايميل فيه بيانات للمصلحه، والمصلحه بترد عليه باكواد معينه مفروض ان هو او ب زي ما بيقولوا كده رقم سري او كود، واخد بال حضرتك، لازم يبقى موجود، ومن خلاله بتقدر ان انت تبتدي تسطب او تعمل لينك ما بين السيستم بتاعك وما بين النظام الضريبي او نظام الفاتوره الالكترونيه. وبيقول ان حضرتك عشان تعمل الكلام ده لازم اول ما حضرتك هتبعت ميل والمصلحه هترد عليك او المركز الضريبي الخاص بالتسجيل هيرد عليك، لازم حضرتك هتروح باصل هذه المستندات. ايه هي المستندات دي؟ زي ما حضراتكم شايفين كده، اصل بطاقه رقم قومي او جواز سفر، طبعا اصل من البطاقه الضريبيه، شهاده تسجيل بالقيمه المضافه، وخطاب تفويض من الشركه للتسجيل في منظومه الفواتير الالكترونيه، موضح بيه بقى بيانات الشركه، رقم تسجيلها، الايميل الخاص بيها، رقم تليفونها، وكمان بيانات المفوض او المدير المسؤول عن منظومه الفواتير، خلاص محدد بيها بقى الاسم بالعربي وبالانجليزي ورقم البطاقه والايميل وبرده رقم التليفون بتاع الشخص دوت، ولو هو وكيل يبقى طبعا اصل التوكيل وصوره منه. طيب بعد ما بنعمل الكلام ده، واخد بال حضرتك، بنروح نطلع كمان حاجه اسمها التوقيع الالكتروني او شهاده التوقيع الالكتروني. طبعا يمكن انا كنت عملت فيديو قبل كده عن ايه هي الشركات اللي بتعمل توقيع الكتروني، وممكن نحط اللينك بتاعه يظهر دلوقتي فوق. و بتروح حضرتك يعني يا اما لشركه مصر المقصه، كويس، او في شركه اخرى برضو مفروض انها قادره على تقديم نفس الخدمه، وحضرتك بتروح بصوره من المستخرج الرسمي، كويس، من السجل التجاري، وصوره من البطاقه الضريبيه، وصوره من صحيفه الاستثمار او الشركات او عقد الايه الشركه، صوره اثبات الشخصيه للمدير المسؤول اللي موجود او اللي هيبقى مسؤول عن الكلام. طيب حضرتك لما بتيجي تروح تعمل تسجيل، كويس، زي ما قال الاستاذ ثروت بيبقى فيه حاجتين، يا اما حضرتك بتاخد التوكن ده اللي هو زي يو اس بي كده، وده هو ده في حاله ان بيبقى فيه عدد فواتير قليل، او ان بيبقى فيه جهاز كده زي اللي حضراتكم شايفينه اسمه اتش اس ام، ده لعدد الفواتير الكبير زي ما اتكلمنا. طيب كمان التكويد بتاع السلع والخدمات، لازم بنروح لإما نعمل تكويد بناء على التكويد العالمي اللي هو الجلوبال ستاندرد 1 او الايجيبشن جود اند سيرفيس كود، وهنشوف برضو الاستاذ ثروت يمكن شرح لنا الكلام ده بالتفصيل بعد كده عملي. هنا طبعا هو لخص احنا المفروض نعمل ايه. قال اول حاجه لازم الاشتراك في المنظومه، بنبعت ايميل في صور المستندات، بعد كده بيجي رد المصلحه بتحديد ميعاد، بنروح زي ما اتفقنا للمركز الضريبي، المركز الضريبي ده بيعمل ملف رقمي وبيرسل لحضرتك حاجه اسمها الاس دي كي، خلاص الاس دي كي ده اللي هو برمجيات مخصصه لربط ما بين المصلحه وما بين الاي ار بي سيستم بتاع حضرتك. المفوض لما بيجي له الكلام ده، تمام، بيعمل حساب بالرقم القومي والموبايل وكلمه الايه؟ بكلمه السر. طيب عشان انا اعمل الكلام ده لازم بخش كمان احمل شهادات او سيرتيفيكتس من الاس دي كي
من موقع مصلحة، وبرضو هنشوف بعد شوية ازاي بيتعمل الكلام ده. طيب زي ما احنا قلنا، انا برضو هطلع قدام شوية كده، وهنا بقى الاستاذ ثروت بيورينا ان احنا يعني مفروض جالنا الايميل، فمفروض ان احنا بيقول لي هنا complete your register خلاص. فطبعا حضرتك هتيجي تضغط عليه مش هيشتغل الا في حالة واحدة بس، ان انا هروح موقع مصلحة الضرائب المصرية وهضغط على خدمات الفاتورة الإلكترونية، وهروح على التسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية، وهختار الإجراءات المطلوبة للتسجيل على المنظومة الضريبية أو فاتورة الضرائب، وهدوس على واخد بال حضرتك خدمات الفاتورة الإلكترونية، وهبتدي أنزل تحت واختار زي ما انتم شايفين كده التكامل. زي ما احنا قلنا هيظهر لي الشاشه ديت، الشاشه دي زي ما حضراتكم شايفين كده في لينك بري برودكشن وبرودكشن. بري برودكشن ده لو حضرتك لسه ما فعلتش السيستم فعلا وبتعمل تجارب، فهتستخدم البري برودكشن. لو حضرتك السيستم فعلا شغال يبقى، او هتشغله فعلي، يبقى طبعا هناخد اللينك اللي هو اللي تحت اللي هو بتاع البرودكشن. وزي ما حضراتكم شايفين هنضغط عليه فهيوديني على الايجيبشن اي انفويسنج اس دي كي خلاص. طيب فهندوس جيت ستارتد، هيدينا التاكس تايب، وهيدينا الفريكوينتلي اسكت كويشن او الاسئله الشائعه. حضرتك جبت منين الاسئله الشائعه دي؟ جبت واخد بال حضرتك الاسئله الشائعه دي اللي هو الاف اي كيو اللي هو فريكوينتلي اسكت كويشنز. حضرتك هتدوس عليها وهننزل تحت شويه كده، فهنلاقي في تحت حاجه اسمها السيرتيفيكت. تمام، السيرتيفيكت زي ما اتفقنا ده لو حضرتك بتتكلم على سيستم قائم وهيشتغل على طول، او البري برودكشن ده لو حضرتك بتعمل لسه تجارب. فهندوس على الروت سي اي سيرتيفيكت فايل، و هنشغل، هيعمل اوبن، هيقول لي انستول سيرتيفيكت اهو. تمام، هنفتح، هو هنا بيقول لي اوتوماتيكلي سيلكت السيرتيفيكت ستور. لا، حضرتك هتقول له بليس اول سيرتيفيكت ان ذا فولوينج ستور. يعني ايه؟ يعني حضرتك هتختار الاختيار ده ان انت تحدد له فين المكان اللي هتحط فيه السيرتيفيكت. طيب هيفعل طبعا البراوز ده او التصفح، وبعدين هيجي يقول لك هنا بيرسونال ولا تراستد روت سيرتيفيكيشن اوثوريتيز، فهتختار التراستد روت سيرتيفيكيشن اوثوريتيز وهتدوس اوكي okay، وبعدين هيقول لك ذا امبورت ووز سكسسفول. طيب ساعتها هتنزل السيرتيفيكت دي زي ما انت شايف كده، هتضغط، هترجع بقى للايميل وتضغط على complete my register. تمام، فهيبتدي عندي هنا يظهر شاشه. برضو من التعليقات اللي قال الاستاذ ثروت، قال لك لو ظهرت هنا اللي هي الترانجل ده او اللي هو الخطر ده مفيش مشكله، هتدوس على advanced هنا وهتكمل عادي مفيش مشكله. هيبتدي يفتح لك بقى يقول لك اكمال ملفك الشخصي، هتبتدي تملى البيانات زي الاسم، زي الرقم القومي، زي الاسم الاول، رقم الموبايل، التنبيهات كويس، وهيبعت لك كود على الموبايل حضرتك هتاخده وتاكد بيه ان الموبايل ده صح، وتبتدي تختار كلمه السر اللي حضرتك عايزها، وطبعا لازم تكون كلمه يعني معقده شويه عشان طبعا ده هيبقى مهم قوي ليك. في نفس الوقت هيجي لك ايميل تاني اللي هو الديليجيشن انفيتيشن، هيقول لك شكرا لك، انت الان ممثل عن شركه كذا، سجل للدخول فحضرتك، او برضه قال ممكن نخش على الموقع على طول دايركت اللي هو sit.invoicing.eta.gov.eg. وبعدين هيظهر لنا الشاشه ديت، فيها هنا مستخدم، فيها اي ار بي، فيها وسطاء. طيب كل واحده من دول ليها استخدام معين. فانا مثلا اول حاجه هعملها برضه الاستاذ ثروت قال ان احنا هنخش على التنبيهات، يمكن هي مش واضحه هنا على اليمين، ولكن تنبيهات او تفضيلات التنبيهات. طيب انت حضرتك عايز يجي لك تنبيه على الموبايل ولا على الايميل ولا على الاي ار بي سيستم بتاعك؟ طيب فحضرتك بتختار وبتقول له فتره التسليم بقى، عاوز كل ما يحصل حاجه يجي لي في الحال، ولا كل ساعتين، ولا كل 6 ساعات، ولا كل 12 ساعه، حسب اللي انت عايزه. وبتقول له واخد بالك انا عايز الاختيارات دي توصلني فوري، دفعه او دفعه وثائق، يعني يا اما كل واحده لوحدها يا اما دفعه فيها كذا حاجه. وبختار بقى اقول له اه والله قول لي لو انا هنا عاوز استلم الوثائق كلها، لو انا بس يجي لي اشعار بالملغاه، لو المرفوضه، لو صحه الوثيقه كويس، بتختار امتى يجي لك الايه الاشعار دوت. طيب بعد كده دخلنا على لو انا حابب اضيف مستخدم جديد، اللي هي اول جزئيه هنا كده زي ما انتم شايفين.
فلو انا عاوز اضيف مفوض جديد او مستخدم جديد، لو انا عندي مثلا فروع فهضطر اضيف، عندي 10 فروع يبقى انا محتاج اضيف 10 مفوضين عشان كل واحد يقدر يصدر فاتوره من جانبه، وابتدي املى البيانات زي ما حضراتكم شايفين، واقول ان ده مدير ليه نفس صلاحياتي او لا ده مندوب بس بيصدر فواتير بطريقه معينه. بعد كده عندنا بعد ما بنضيف المستخدمين في عندنا اللي هو الاختيار الثاني اللي هو الاي ار بي. الاي ار بي هو ان حضرتك هتربط بقى السيستم بتاعك الاي ار بي لو انت عندك اي ار بي بالمصلحه، فهيبتدي يقول لحضرتك اسم النظام بتاعك ايه، الصلاحيه اللي انت عايزها بحيث انها تجددها كل سنه كل سنتين كل زي ما انت عايز، رابط الاتصال، ده رابط الاتصال ده بيبقى طبعا الشخص بقى الديفلوبر او مطور البرامج اللي عندك او المسؤول عن البرنامج هو اللي بي ايه بيدي لحضرتك، ومفتاح التشغيل برضه هو بيبقى عارفه، وبتقول له ان ده نظام الاي ار بي الاساسي بتاعي، وبتعمل حضرتك حفظ خلاص. فبيجي لك هنا ثلاث حاجات مهمين قوي اللي هو معرف العميل اللي هو الكلاينت اي دي وسيكريت كي 1 وسيكريت كي 2 او المفتاح السري 1 والمفتاح السري 2. وبرضه يمكن من التنبيهات اللي كانت في الفيديو ان لازم حضرتك هنا كويس تحتفظ بالحاجات دي، تاخدها كوبي وبيست وتحفظها لان دي مهمه جدا بالنسبه لك. وهنقول تم. وطبعا يمكن برضو من التنبيهات قال الاستاذ لو انت طب نسيت الكلام ده وما خدتوش كوبي بيست وحبيت تاخده قبل كده، بترجع هنا وبتدوس على الثلاث نقاط دول وبتعمل تعديل اي ار بي او تجديد كلمه السر لو انت عايز كلمه السر، فبتقول له بيجيب لك الشاشه ديت وتقول له هنا تاريخ انتهاء الكود السري القديم في الحال يبقى خلاص، تاريخ انتهاء الكود السري الجديد بتختار برضو سنه اثنين زي ما انت عايز، بيظهر لك المعرف بتاع العميل والمفتاح السري واحد واثنين مره ايه مره ثانيه. طيب ده كان طبعا اعاده للجزء دوت، وزي ما احنا اتفقنا بناء يعني على طلب الناس اللي كانت موجوده في الندوه. هنا طبعا كمان دخلنا بقى في هنا الوسطاء اللي هو الاختيار الثالث، والوسطاء كويس هم اشخاص انت مش هتصدر من خلالك الفاتوره الالكترونيه، هم وسطاء هيصدروا ليك الفاتوره الالكترونيه. تمام؟ يعني هخلي شركه هي اللي تطلع لي الفواتير الالكترونيه، انا مش هيبقى عندي اي ار بي سيستم ولا حاجه، ولكن الشركه الثانيه دي هي اللي هتبقى مسؤوله عن الكلام ده. هنعمل نفس الكلام وهنضيف نفس البيانات، مش هطول على حضراتكم كتير في النقطة دي. طيب هنا بقى وصلنا، يعني ده كان برضو زي ما بيقولوا كده جدول لبيان معنى كل اختصار من الاختصارات اللي احنا استخدمناها، يعني الاي ار بي مثلا انتربرايز ريسورس بلاننج نظام تخطيط موارد، ام ار بي اللي هو ماتيريال ريكويرمنت بلاننج، الاس دي كي اللي هو قلنا سوفت وير ديفلوبمنت كيت او ادوات برمجية للربط بالمنظومة، اي بي اي توكن، يعني كلها حاجات ايه طبعا الجي اس اي اللي هو نظام التكويد العالمي او النظام تصنيف المجموعه السلعيه العالمي اللي هو الجي بي سي كويس، او الكود المصري اللي موجود. طيب وبعدين دخلنا او يعني الندوه بعد كده اخذتنا للجزء الخاص بالتكويد بتاع البضاعه كويس، واتكلمنا ان احنا يجب نروح نعمل تكويد لكل الخدمات اللي احنا بنقدمها او البضائع اللي احنا بنبيعها، وقال ان في الجي اس اي ده يا اما حضرتك يعني بتاخده بتكلفه بتشترك من عن طريق الموقع بتاع الجي اس اي اللي هنشوفه دلوقتي، او ان حضرتك مجانا فبتعمل اللي هو الايجيبشن بقى جود اند سيرفيس كود، وهنشوف برضو بيتعمل ازاي، او ان في اكواد مستخدمه من قبل كده فده بتبقى موجودة مجانا ومش محتاجين ان احنا ايه نعملها بنفسنا. وطبعا قال ان برضو لازم نبعت لي المصلحة بعد ما نعمل تكويد للخدمات او السلع اللي احنا بنتعامل عليها، والمصلحة لازم تبعت موافقتها في خلال 15 يوم. هنا احنا دخلنا بقى على نظام التكويد اللي هو gsi.eg.org كويس، وده نظام التكويد اللي هو المصري. وهنا بيقول لي get your barcodes بعد ما دخلنا على الموقع، وزي ما انتم شايفين كده بيقول لي بقى والله ده اللي هو بفلوس، فهختار الباكج اللي انا عايزها 10 باركود 100 1000 واخد بالك، وكل طبعا حاجه بالتسعيره بتاعتها او
التكلفه بتاعتها. طيب بعد كده اتنقلت برضو هنا الندوه لجزء تاني اللي هو التكويد العالمي. انا عاوز اعرف الاكواد بتاعتي، لان انا حتى لو هعمل اللي هو الفري اللي هو الايجيبشن لازم اجيب التكويد ده اربطه بالتكويد العالمي عشان يبقى سهل على المصلحه متابعه الاجزاء دي. طيب رحنا هنا للجي اس 1.org تمام، ودخلنا على الجي بي سي براوزر وابتدينا ان احنا ننقي اللغة. انا عاوز والله مثلا لغة عربي فاخترت عربي، عاوز انجليزي هيقول لي انت هنا محتاج لغة عربية ان انت هيحول لي الكلام دي اجزاء معينة، فبقول له جي بي سي في 1/12/2010 وبعد كده هختار مثلا القطاعات اللي انا فيها اتصالات مثلا او حاجة زي كده، وابتدي اختار مثلا الادوات الكهربائية، الاحذية، الاجهزة المنزلية، وبعدين دي من عائلة مثلا الأجهزة اللي هي المنزلية أو المعمرة، وأبتدي أختار الصنف اللي أنا بتكلم عليه، وبعد كده كويس بيطلع لي الكود، بعمل سيرش وبطلع الكود زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا هو اختار مثلا التلاجة فهيبتدي يطلع لي الكود بتاع التلاجة، وهو زي ما انتم شايفين هنا بيطلع لي الاكواد اهي، دي اكواد القطاعات تمام، الاجهزه المنزليه اهي، واجهزه مثلا التبريد والتجميد، اجهزه واخد بال حضرتك للتدفئه، الثلاجه ادي اهي الكود بتاعها وهكذا تمام. فهنا طبعا حضرتك هتاخد الكود ده اللي طلع، طبعا تقدر بقى تدور زي ما انت عايز على كل الاجهزه او على كل السلع اللي حضرتك بتتعامل ايه عليها. ده طبعا التوقيع الالكتروني و العقد اللي حضرتك بتمضيه مع المصرية للتوقيع الإلكتروني اللي هي إيجي تراست، اللي هي الشركة اللي موجودة مع شركة مصر المقصة. عايزين بس نرجع تاني للجزئية الخاصة، طبعا زي ما انا قلت لحضراتكم اليو اس بي توكن ده لو مثلا عدد فواتير متوسط، وده بيعتمد او بيوقع فاتورة، لان كل فاتورة لازم انها يتم توقيعها الكترونيا، فبيقول فاتورة ونص في الثانية، فده اعتقد هيبقى مناسب قوي. ده سعره بيبقى 2000 او 3000 او 4000 لسنه او سنتين او ثلاث سنين، لانه بيتجدد سنوي او حسب طبعا المده زي ما انا قلت. والناحيه الثانيه ده بيعتمد 10000 فاتوره في الايه؟ في الثانيه، وده بيبقى غالي شويتين. طيب عاوزين نرجع تاني للجزئيه الخاصه ب التكويد، ويمكن يعني هجري كده شويه قدام، هروح ل اهو النظام بتاع التكويد، وهرجع تاني للحته بتاعه التوكن اللي احنا عديناها، ولكن هنا طبعا هو ابتدى يبص هنا على الاي ار بي سيستم، واخد بال حضرتك، وقال طلب اصدار فواتير عن طريق البورتال. لو انت ما عندكش اي ار بي سيستم بيتقدم طلب، واخد بال حضرتك ان انت عشان المصلحه تسجلك من ضمن السيستم او على البورتال عشان تقدر تدخل. طيب حضرتك بقى خلاص عملت اكونت وكل حاجه، هتخش اهو، هتيجي هنا، دي طبعا الفاتوره، دي نظره عامه كده زي اوفر فيو، بيقول لك الفواتير اللي حضرتك قدمتها كذا، اللي استلمتها كذا، الاشعارات الدائنه كذا، الاشعارات الدائنه كذا، احصائيات الفواتير الصحيحه، كل بقى يعني زي ما بيقولوا كده ملخص لكل اللي حضرتك عملته خلال الفتره دي. طيب حضرتك بتخش هنا طبعا جوه المنظومه تلاقي استخدام الاكواد، وهنا بيقول لك تسجيل استخدام كود او التسجيل بالجمله. تسجيل بالجمله لو حضرتك هتعمل اكسل فايل وترفعه مره واحده بكل الاكواد لو انت عندك سلع كتيره، استخدام كود ده لو حضرتك هتسجل صنف، عندك صنف او اتنين، فبالتالي انت مش محتاج تعمل اكسل شيت ولا حاجه. فحضرتك بتيجي هنا وبتعمل بتختار مثلا النظام بتاع الجي اس اي تمام، وحضرتك بتحط الكود اللي احنا جبناه زي ما كنا بنشوف دلوقتي، وساعتها حضرتك هتبتدي تضيفه هنا، هيبقى موجود بالنسبه لك مفيش اي مشكله. طيب لا انا ما استخدمش الجي اس اي 1، انا هستخدم الاي جي اس اللي هو الايجيبشن يعني. فطبعا حضرتك تقدر تعمل يا اما انت عارف الكود فهتحطه هنا اللي هو الدولي ده عشان يربطه، يا اما في حد تاني سجل نفس السلع فتعمل سيرش هتلاقي الكود ده موجود، حضرتك تقدر تستخدمه مفيش مشكله خالص تمام. طيب يبقى معنى كده ان احنا يا اما هنسجل الكود خلاص واخد بال حضرتك من الجي اس 1 اللي هو العالمي، يا اما طبعا هناخد اللي هو المصري ونربطه.
في نفس الوقت كمان نقدر ان احنا نضيف كود جديد خالص ونربطه بالكلام ده. يعني ايه؟ احنا عندنا تكويد داخلي، فهنحط التكويد الداخلي وهنحط قصاده احنا نقصد بيه ايه من التكويد العالمي، واخد بال حضرتك؟ وساعتها هنستخدم نفس التكويد ده، بس عشان ما نعملش ايه مشكلة لازم يكون مربوط بالتكويد العالمي اللي موجود. طيب هنا لو تسجيل بقى زي ما بنقول جماعي، بقى هنعمل اكسل شيت زي اللي حضراتكم شايفينها دي، فيها كود تايب، فيها ايتم كود، فيها كومنت، وهنبتدي نحط طبعا الجزء المظلل ده، ده اللي هو الرقم. حتى لو انت حضرتك حد مسجل ده قبل كده ما تاخدش الرقم زي ما هو، لان اللي معمول عليه شيدنج ده او اللي متعلم عليه ده رقم التسجيل بتاع الشخص الثاني، فبالتالي يجب ان انت تاخد بالك من الجزئية دي. طيب وتقدر هنا تعمل تصفح للملف، واخد بالك، وترفع الملف عادي اكسل، حتى مش سي اس في ولا اي حاجة، عشان الناس اللي كان عندها مشاكل في السي اس في، وترفعه ويبتدي الاكواد كلها تبقى موجودة زي ما حضرتك شفت كده. طيب ده حضرتك بقى هنصدر الفواتير ازاي. فاحنا بنقول هنصدر الفواتير من على اليمين مستند جديد، فهنقول نوع الفاتورة او نوع المستند، هنقول فاتورة. هنا هتلاقي حضرتك على هنا فاتوره مثلا، هنا في بقى اللي هو النسخه بتاعه، واخد بال حضرتك، الوثيقه او طبيعه الوثيقه، هل هي هتبقى ممضيه الكتروني ولا لا. ال 0.9 ده مش ممضيه الكتروني، ال V1 اللي هو ده ممضي الكترونيا، تمام. وهنا حضرتك هتختار يا اما افتراضي يا اما فاتوره بسيطه. فاتوره بسيطه هيبقى فيها اربع اختيارات زي ما انت شايف كده، معلومات اساسيه كويس، والمصدر والمستلم، واخد بال حضرتك، والملخص، وهنا طبعا البنود بتاعه الفاتوره، وهتملاها عادي ما فيش اي مشكله. هتبتدي تختار اعمال، يبقى لازم حضرتك هتحط رقم تسجيل، لو شخصي يبقى لازم رقم بطاقه لو هو اكتر من 50,000، لو لا يبقى هتحط اي ارقام كويس. لو هي شخصي واقل من يعني 100,000، قصدي من 50,000. طيب هنا تاني هنحط بقى، واخد بالك، انت بتحط التفاصيل، ادي الكود بتاع النظام، انا اسف، بتاع المنتج اللي موجود. هيبقى فيه كود داخلي لو انت طبعا ما عندكش كود زي ما احنا اتفقنا قبل كده، هتبتدي تحط التفاصيل. وفي حته مهمه قوي يعني مش عايز هنا اكمل كتير، هنا بتنقي حضرتك ايه هو النوع بتاع السلعة، او مش نوع، الوحدة بتاعت السلعة ايه، يعني هل هو كيلو جرام، هل هو كيلو وات، هل هو ويكس، هل هو دقايق، لو انت مثلا بتتكلم على خدمات او حاجات زي كده، دي برضو لازم حضرتك تختار اللي مناسب ليك من هنا. وهنا بقى دي حته برضو مهمه جدا، هنا تحت في الحته الخاصه بالضرايب، هنا يعني مش عايز اقول كده، ولكن هنا الموضوع شويه محتاج تدريب اكتر. ليه؟ لان احنا عندنا مثلا 20 نوع من التي اللي هو التاكس، خلاص، وكل نوع ليه نوع فرعي، تمام. طيب احنا هنعرف الكلام ده منين؟ برضو ممكن نقدر نعرف الكلام ده لما نرجع هنا على موقع مصلحه الضرايب، وندخل على الجزء الخاص بالاجراءات المطلوبه للتكامل، ونيجي هنا في الاس دي كي لينكس اللي هو كان اخر حاجه، ونلاقي هنا all details about configuration. وهنيجي هنا، المره اللي فاتت احنا اخترنا الاف اي كيو، واخد بال حضرتك، واخترنا هنا الكلام ده. المره دي احنا نروح على الكودز بقى، شايف حضرتك الكودز اهي، هنروح عليها وننزل تحت لغايه لما نوصل لحاجه اسمها التاكس تايبس اهي. طيب التاكس تايب هيقول لك ان تي 1 ده ضريبه قيمه مضافه، تي 2 ده ضريبه جدول، تي 3 ده ضريبه جدول النوعيه، طبعا دي نسبه، ده مش عارف ايه، الخصم تحت الحساب الضريبه، ضريبه دمغه، وهكذا لغايه، واخد بال حضرتك، رقم 20. وبعدين في بقى طبعا اللي هو التاكس سب تايب او الكود الفرعي، لو انت بتتكلم مثلا بتصدر للخارج يبقى V001، تصدير مناطق حره V002، سلعه او خدمه معفاه، اعفاءات دبلوماسيين، وهكذا زي ما حضرتك شفت كده. طيب هنعمل كده، وبعدين فهمنا مفروض الفي والتي والكلام ده، هيبقى مفروض شكل الفاتوره بالمنظر ده كده. برضو هنا الاجماليات مفروض بقى الفاتوره هتبقى موجوده، هعمل ده طبعا ملخص عامله الاستاذ ثروت، مش موجود على الموقع ولا حاجه، ولكن يعني كان بيوضح بيه ان كل تي قدامها في عامله ازاي. وطبعا هنا هنعمل ارسال للفاتوره، واخد بال حضرتك، هيقول لك هنا دي الفاتوره اهي، تعمل توقيع الكتروني، هيقول لك
حط البين كود. البين كود ده اللي حضرتك هتاخده سواء من ايجي تراست او من شركه مصر المقصه اللي هو زي الباسورد كده للتوقيع الالكتروني، هيقول لك تم ارسال المستند الخاص بيك، وكده يبقى وصل المستند لمصلحه الضرائب. طبعا يعني في حته يمكن انا بس فوتها في الوسط اللي هي بتاعه التوكن، اعتقد انها يعني ممكن نقدر نبقى نتكلم عليها، او يعني انا عامل يمكن فيديو قبل كده عن الحته ديت لما اتكلمت على كيفيه عمل التوقيع الالكتروني، ولكن يعني طبعا لغايه هنا انا هقف عشان يعني اسباب كتير قوي. طبعا اول سبب ان زي ما حضراتكم يمكن شفتوا الموضوع مش عاوز اقول صعب، ولكن هو محتاج استعدادات كتيره، واذا كان هو بالنسبه لنا احنا كمحاسبين وكناس موجودين في المهنه الموضوع محتاج شويه شغل ومحتاج مننا شويه تركيز وتدريب. فانا مش عارف بقى الممولين كمان اللي عاوزه يعني تحاول ان هي تعمل الكلام ده بنفسها هتعمله ازاي او هتوصل ليه ازاي، ولكن يعني نامل طبعا ان شاء الله ان الدنيا تبقى فيها نوع من انواع الفلكسبيليتي او المرونه ما بيننا وما بين المصلحه في الايام اللي جايه. انا تاني بوجه الشكر لجمعيه العلميه للتشريع الضريبي عشان احنا استخدمنا الفيديو بتاعهم في الشرح. انا حاولت الخص الفيديو، لكن طبعا ده ما يغنيش ان حضرتك تروح وتشوف الفيديو بنفسك لانه فعلا فيديو مهم وكويس. وزي ما انا قلت برضو يمكن رجعت انا في بعض الحاجات ليه كمان الفيديو اللي موجود على مصلحه الضرائب المصريه، ويعني اتعشم ان شاء الله ان احنا نكون فهمنا شويه. طبعا هيبقى في فيديوهات تانية لما نبتدي احنا للشركات اللي عندنا نعمل السيستم ده، اكيد هنستعرض مع حضراتكم الخطوات بقى خطوه بخطوه، يكون معانا حالات عمليه فعلا. متشكر ليكم، ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديوهات تانية. ما تنسوش تتابعونا على اليوتيوب وعلى التليجرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.